صباح الخير سلمى. يسعد صباحك رشا. كيفك اليوم؟ تمام روعة. ان شاء الله دوم يا سلمى، يكون نهارك حلو لإلك ولكل اهلك ولا احباب قلبك. وصباح الخير لكم مشاهدينا، يسعد صباحكم. بدايه هذا النهار نتمنى لنا ولكم هيك يكون هذا النهار يحمل لنا جبران الخاطر والرزق الكريمه، ونقضي برفق الاشخاص اللي بنحبهم. نهارك سعيد عن جديد. شكرا. رشا، ولكل مشاهدينا وين ما كانوا انضموا لنا بمحطاتنا الصباحيه اليوميه، عم نكون معكم بساعه ونصف من الوقت بمواضيع متعدده ومتنوعه بين الطب والصحه وايضا التميز رح تكون فقراتنا لليوم، ولكن مثل العاده خلينا نصبح عليكم بغنيه ونبلش. تعلم أن هناك نظرية علمية تقول أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب في الحقيقة لديهم نظرة أكثر واقعية للأمور وتحليل سليم للحياة، ولذلك هم مكتئبون أصلاً؟ لهذا فإن الخبراء يربطون الاكتئاب في حالات عديدة بارتفاع مستوى الوعي والإدراك والنضج الفكري. هل تعلم أن 40% من الناس عندما يغضبون من الأشخاص الذين يحبونهم يقررون أن يظلوا غاضبين ويتعاملوا بصورة سلبية معهم، لكن فور أن يحدثوهم ينسون كل شيء ويتجاهلون كل المشاعر السلبية؟ هؤلاء يملكون حساً عالياً من المغفرة وهم الأكثر طيبة. وهل تعلم أن قراءة الكتب لمدة 15 دقيقة يومياً سيجعلك تقرأ أكثر من 20 كتاب كل سنة؟ وهذا الأمر يجعلك ضمن قائمة 20% من الناس الأكثر قراءة في العالم، وستكون من النخبة المثقفة من البشر. وهل تعلم أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً يزيد احتمالية موتك المبكر أكثر من أي شيء آخر؟ بحيث تشير الأحصائيات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً معرضون للإصابة بالسكري وأمراض القلب والجلطات الدماغية، وبالتالي ينخفض متوسط عمرهم بشكل كبير. أطلقت دار الشبيبة للفنون وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما مهرجان نيجاتيف السينمائي للهواة، وذلك في صالة سينما الكندي بدمشق. تضمن الحفل إطلاق فريق رؤيا لعدة أفلام، وذلك بحضور نخبة من نجوم السينما والدراما والنقد والإعلام. الفعالية اللي كانت فيها هي مجموعة رؤيا، هي مجموعة من الشباب الهواة للفن السينمائي. نحن قمنا بدور الإشراف على الفعالية بشكل هام. بالنسبة لنا أهمية الفعالية تنبع من الأساس التي أقيمت عليه كونها هي فعالية ذات طابع هو، ولكن بكل الأحوال هذه الفعاليات لها مشروع، هي فعاليات مهمة، ومن المهم أن تتطور في المستقبل، أن تبقى وأن يكون لها استمرارية وأن تتطور بالمستقبل وتأخذ أشكال أخرى. مهرجان نيجاتيف السينمائي هو حصيلة نتاج أعمال الطلاب اللي تبعوا دورة صناعة الفيلم السينمائي لمدة عام. أنتجوا قرابة 14 فيلم، رح يدخل هلأ بالمهرجان 7 أفلام. لضيق الوقت طبعا مو لاقي شيء تاني. دار الشبيبة هي المكان اللي بتمارس فيه الأنشطة الفنية، ومن ضمنها كانت صناعة الفيلم أحد الاهتمامات الشباب اللي تركزت حولها، لذلك قدمنا بتشاركية مع فريق رؤية السينمائي هاي الدورة لهذول الطلاب اللي انتج عملهم في النهايه مجموعه من الافلام. الحفل هو عباره عن مجموعه من افلام الهواة. طلابنا اشتغلت مجموعه من الافلام خلال دوراتنا بدار الفنون. عملنا دورات بدار الشبيبة للفنون، ونتاج هي الدورات كان عباره عن 8 افلام خلال عام دراسي كامل، كله شغل طلاب. اليوم راح نعرضهم ونعمل لهم مسابقة ونكلف لجنة التحكيم بإذاعة نتائج المهرجان، وعندنا 5 جوائز. كذلك تخلل الحفل الذي تولى إعداده وإخراجه الإعلامي عماد نداف عروضا سينمائية متميزة ولوحات راقصة لفرقة خطى، بالإضافة إلى تكريم المشاركين بالأفلام الفائزة والتي كان عددها 7 أفلام. مهرجان نيجاتيف هو مهرجان سينمائي لإطلاق فريق رؤيا السينمائي
الذي احتضنته دار الفنون بدمشق. هذا المهرجان سيتضمن مجموعة من الفعاليات. الفعالية الأولى التي ستكون فيه هي الأفلام المتسابقة في جائزة التمثيل والإخراج والسيناريو. أيضا هناك مقاطع راقصة جميلة جدا من فرقة خطى، وأيضا تكريم بعض الشخصيات الفنية. وهذا المهرجان هو باكورة أعمال سينما مواهب الشباب، وأنا في اعتقادي ستضيف شيئا جديدا إلى السينما السورية وتساهم في صناعة جيل سينمائي، جيل سينما الغد. الحفل اليوم هو انطلاقة لمجموعة شباب بيستاهلوا كل خير، بيستاهلوا كل دعم، لأنه السينما هي السينما للشباب. يعني الجيل تبعنا رح يسلم الرأي للجيل الشباب، وهذا الشيء طبيعي، فبيستحقوا منا كل دعم، وبيستحقوا منا كل نشاط وبذل كل الجهود والخبرات لنسلحهم ليقوموا بالسينما القادمة. دائما كان التطوير والتجديد في عالم السينما يأتي على يد الشباب، عنده قدرة على المغامرة أكثر، على الجرأة أكثر في طرح الفكرة، في طرح الموضوع، في طرح الصورة. وعموما يعني لما بتشوفي مثل هيك ظاهرة سينمائية، مهرجان حتى لو كان هواة، وخلينا نقول يعني مستويات في بداياتها، بس أنا بشوف أنه أي نشاط فني ثقافي هو بالنهاية انتصار للإنسان. هذا المهرجان كان بمثابة بوابة أتاحت الفرصة أمام الشباب لعرض مواهبهم والانطلاق بها نحو المستقبل. وبأولى مساحاتنا الصباحية سلمى رح نضوي ضمن فقرتنا على أبحاث مميزة لم تنشر سابقا في موضوعات تاريخ العلوم والطب والتكنولوجيات والتراث العمراني والحضاري عند العرب. هو واحد من أهم أهداف المؤتمر السنوي بنسخته 36 لتاريخ العلوم عند العرب، الذي رح يكون ضمن حلب بمعهد التراث العلمي العربي الحديث. ولنحكي أكثر عن هذا المؤتمر حيكون ضيفنا لليوم الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية وممثل الباحثين السوريين ضمن هذا المؤتمر. يسعد صباحك دكتور. رشا سلمى، يسعد صباحكم، صباحكم خير يا رب. صباح الجو الحلو، صباح المؤتمر الحلو فعلا. هذا المؤتمر المهم جدا اللي راح ينعقد بمعهد التراث العلمي العربي بحلب، بجامعة حلب. هذا المؤتمر مثل ما تفضلتي رشا بنسخته 36، يعني 36 مؤتمر تم اطلاقهم بمعهد التراث العلمي العربي بحلب. قديش هذا الموضوع مهم جدا. يعني اليوم كثير في اصوات بتقول طيب ليش نحن نحافظ نحكي على تراثنا؟ ليش نحكي عن علماءنا السابقين؟ نحن بيهمنا المستقبل. نعم بيهمنا المستقبل، لكن الحفاظ على التراث هو ضمان للحاضر وفتح طريق للمستقبل. فمن الضروري أنه يكون نحن عندنا حفاظ على هذا التراث، دعمه، احتوائه، محاولة دائما تعريف الناس عن أجدادنا وعلمائنا اللي كان لهم دور كتير كبير بمسيرة الحضارة. نعم دكتور، خلينا نتعرف، هل المؤتمر هو كل سنة بينعقد بحلب ولا كل سنة بمحافظة بما أنه هو 36، ومين المشاركين لهذا العام بالمؤتمر؟ تمام، معظم المؤتمرات تعقد بحلب لأنه معهد التراث العلمي العربي أسس في حلب عام 1976. الشيء الجيد بالموضوع أنه هذا الشيء مميز بجامعة حلب، أنه عندنا بحلب معهد خاص بإحياء التراث العلمي العربي بحلب. كل سنة يحتفل بعالم من علماء من أجدادنا، يعني السنة أبو القاسم الزهراوي. فأبو القاسم الزهراوي بيسموه الغرب أبو التشريح، أبو الطب التشريحي، الجراح يلي أول من قام بعملية قلب مفتوح، يلي اخترع الأدوات يلي بيستخدموها الأطباء الجراحيين. فإذا كل سنة بيصير بمعهد التراث تسليط الضوء على أحد أجدادنا من علماء العرب يلي برعوا وتميزوا بمجال ما. فحلب هون المعهد التراث العلمي العربي بحلب هو المعهد، يمكن خلينا نقول لفترة قريبة للسنة الماضية أو اللي قبلها، كان المعهد الوحيد بالوطن العربي، لذلك تنبع أهميته. يعني إذا بنطلع دول غربية بنلاقي مئات المعاهد يلي بتحافظ على تاريخهم وحضارتهم. بالوطن العربي ما عندنا غير هذا المعهد، وبالتالي كتير كتير مهم هذا المعهد. لو مو مهم ما كانوا دافعي الضرائب في الدول الغربية بيدفعوا آلاف الدولارات، مئات آلاف الدولارات لدراسة حياة علمائهم مثل نيوتن، مثل جاليليو غاليلي، مثل أينشتاين،
لو هذا الموضوع ما له تأثير ما كانوا دفعوا كل هالمبالغ. نحن عم يحاول الغرب طمس الحضارة العربية، عم يقول الحضارة اجت من الحضارة الرومانية الإغريقية هوبا للحضارة الغربية دون المرور بالحضارة العربية، أو بيقللوا تأثير الحضارة العربية على العالم. هذا الشيء اللي نحن عم نحاول ندافع عنه ونقول لا، حضارتنا العربية أثرت بشكل كتير كبير، كان لها دور كتير كبير من خلال علماء، من خلال إنجازات، من خلال اكتشافات، من خلال اختراعات. لكن للأسف الشديد معظم مخطوطاتنا ومعظم إنجازات العلماء يا أما مفقودة يا أما مختفية عندهم، مسروقة خليني أقولها يعني بكل وضوح وصراحة، ومنلاقيها معروضة ببعض المتاحف العالمية للأسف الشديد، أو يقوم علماء بدراستها وتشويه الحقائق. مثل مثلا كوبرنيكوس، كلنا بمدارسنا بنقول كوبرنيكوس أول من قال أن الأرض تدور حول الشمس وكسر نموذج بطليموس، لكن الحقيقة لا، الحقيقة من الجامع الأموي ابن الشاطر الدمشقي، هذا العالم الذي صنع مزولة بمئذنة العروس، هذه المزولة يضع فيها أن الكواكب تدور حول الشمس على الأرض، لكن هو انتقل إلى دوران الكواكب حول الشمس قبل كوبرنيكوس بعشرات السنين. تطمس هذه الحقيقة ويسلط الضوء على كوبرنيكوس. طيب ابن الشاطر ونصير الدين القطوسي، من هلأ إذا نطلع نحن ماشيين برا منلاقي قاسيون، جبل قاسيون، صحيح. في قبة قريبة من جبل قاسيون هي قبة السيار. قبة السيار هي أول مرصد في التاريخ، هي وقبة الشماسية في بغداد، قبة دمشق وقبة بغداد أول مرصدين في التاريخ. بالتاريخ لا تلاحظوا رشا سلمى انه يعني بيحكوا تلسكوب جيمس ويب، تلسكوب ما بعرف شو، بيسلطوا الضوء عليهم وهذا حقهم، لكن كمان حقنا نحن نقول انه اول مرصد في التاريخ كان عنا، اول من وضع اسماء النجوم البتاني عالم فلكي سوري من الرقه، والتي قادت انه تصبح مدينه الرقه مدينه البتاني، وللاسف الشديد لما ضرب الارهاب الرقه اول ما حطموا تمثال البتاني، للدليل انه الحرب ثقافيه، بدنا يلغوا تاريخنا، بدنا يلغوا تراثنا، هذا التراث اللي نحن عم نبني مستقبلنا عليه وعم نأكد أهمية هذا التراث. بتتذكروا تدمر قديش حاولوا يهدوا بتدمر ويشوهوا التاريخ، ما بدهم. في دول ما عندها حضارة، بدها يا أما تلغي حضارة الآخرين يا أما تسرقها للأسف الشديد. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن الموضوعات اللي رح يتم عرضها ضمن المؤتمر، هل حنشهد اليوم موضوعات جديدة عن بال 35 نسخة اللي سبقوها أو ممكن يكون في استكمال لموضوعات سابقة؟ كتير حلو رشا الجانبين، فعليا دائما المؤتمر أحد شروط المشاركة الأساسية أن تكون الأبحاث جديدة غير مجددة، يعني أبحاث جديدة لم تنشر قبل، أبحاث فيها أفكار حلوة كتير، نعم هناك أبحاث كتير مهمة رح تنشر في هذا المؤتمر، مثلا على سبيل المثال الصوفي سبق إدوين هابل باكتشاف مجرة الأندروميدا، فمن خلال هذا المؤتمر هي دعوة للاتحاد الدولي للفلك أن نغير اسم مجرة الأندروميدا إلى مجرة الصوفي، العالم الفلكي العربي الذي رصد المجرة قبل هابل وقبل اكتشاف المجرات. على سبيل المثال هناك بحث عن دور المستعيرات العظمية انفجارات النجوم بالأوبئة، كمان هذا كتير مهم وجديد، يعني هو خلينا نسميه بما أنه كورونا كانت مسيطرة على العالم الفترة الماضية، هي ربط ما بين ما يحدث في الفضاء على ما يحدث في الأرض. هناك دراسات عن أبو القاسم الزهراوي يلي هو خلينا نسميه نجم هذا المؤتمر، تسليط الضوء على أجهزته، ما هي الاختراعات التي اخترعها، كيف نحن فينا نطور فيها، نضوي عليها، نطورها، كله هذا من خلال هذا المؤتمر الذي سيعرض حوالي 48 بحث، 45 ل 48 بحث جديد، يعني ما عم نحكي على بحث او بحثين، 48 بحث رشا سلمى، شيء بيرفع الراس، يعني هذا هاي سوريا، يعني 48 باحث راح يشاركوا بهذا المؤتمر، اذا سوريا على الاقل تملك 48 بحث في مجال التراث العلمي العربي، فهذا الشيء يعني اذا بنطلع مثلا على المؤتمرات العالميه بنلاقي بيكون في 3-4 من الدوله والباقي يستوردونه، أما نحن لا، التقل كان بسوريا. رح يكون معنا يمكن بعد شوي كمان الدكتور فؤاد عويلي، رح ناخد منه التفاصيل، هو جاهز معنا، بدنا نقول له صباح الخير دكتور فؤاد عميد معهد التراث العربي الحديث في حلب، يسعد صباحك دكتور. صباح النور، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، خلينا بالبداية نحكي عن المؤتمر وأهميته، ومعنا الدكتور محمد العصيري وكنا عم نحكي معه أنه بداية المعهد يعتبر من أهم المعاهد للأبحاث بسوريا وبالوطن العربي. أكيد المعهد التراث العلمي العربي هو المعهد الوحيد في سوريا
والمعهد الوحيد في الوطن العربي الذي يخرج طلاب ماجستير ودكتوراه. وطبعا المعهد هو معهد عريق، كل سنة في عنا نحن مؤتمر في مجال تاريخ العلوم العربية، وكل 4 سنوات في عنا ندوة عالمية. طبعا السنة في المؤتمر كان مثل ما ذكر قبل قليل الدكتور محمد، في عنا 48 باحث، في 47 باحث من داخل سوريا، وفي عنا باحثة من الجزائر الشقيقة. طبعا المعهد بتناول الأبحاث، بتناول كافة الاختصاصات في مجال تاريخ العلوم الطبية والتطبيقية والأساسية والتراث العمراني، مجالات كبيرة بتناولها المؤتمر. دكتور خلينا نحكي اليوم عن الاختصاصات بشكل موسع أكثر، مين اللي حنشهد ضمن هذا المؤتمر؟ مين الاختصاصات اللي حتكون مشاركة؟ وهل ممكن يكون المشاركة من موضوع واحد أو لا؟ حنشهد تعددية بتشاركية؟ لا أكيد في اختصاصات مختلفة، يعني في مجال التراث العمراني، كيفية إعادة الأعمار المدن القديمة، كيفية إعادة الأعمار للمناطق التي تم استهدافها وتخريبها، يعني في مجالات كبيرة الحقيقة في هذا المجال، وهناك كثير من الباحثين شاركوا معنا بالمؤتمر وهم يقومون بعملية إعادة البناء للمناطق الأثرية. نعم. يعني الموضوع بحد ذاته هو موضوع مهم جدا، ونحن بنشكركم طبعا على هالمجهود المشترك اللي عم بتقوموا فيه، إن كان الجمعية الفلكية السورية وإن كان المعهد بهذا الوقت. خلينا نعرف كمان دكتور أهمية الربط بين الباحثين من المحافظات السورية، وهل في بنسخ السابقة كان حضور عربي؟ هل ممكن نرجع نشهد حضور ومشاركة من دول عربية؟ الحقيقة سابقا كان المؤتمرات تنعقد ويشارك معنا عدد كبير من الدول العربية. نعم. كان في عنا من مصر يشارك معنا الدكتور يوسف زيدان، كان معنا من السعودية، من الكويت، من كافة الدول العربية، من الجزائر، من لبنان، فمن كافة الدول العربية. هلا يعني المشاركة عم بتكون على يعني المشاركة وطنية. نعم. دكتور هيك بسؤال أخير، اليوم شو توقعاتكم لهذا المؤتمر كنتائج؟ يعني في شيء حاسبين شيء نتائج إيجابية ممكن تكون له على الأرض؟ أكيد في، طبعا نحن في ختام كل مؤتمر في عنا توصيات، هذه التوصيات رح يكون فيها نقاط كثير مهمة بتدعم أهم النقاط وأهم الأفكار العلمية اللي توصلوا إليها الباحثين من هذا في هذا المؤتمر. نعم. وسوف يتم تقريسها في خدمة تراثنا العلمي العربي والتراث الإنساني وحتى التراث المادي والغير المادي. نعم. شكرا كثير لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق، يعطيكم ألف عافية. دكتور محمد، يعني هيك بالدقائق الأخيرة اللي بقى، يعني بقى يعني معنا تقريبا دقيقتين، خلينا نحكي أهم الاستعدادات اللي حتكون من الجمعية الفلكية لهالمؤتمر. تمام، يعني مثل ما تفضل دكتور فؤاد عوالي، بوجه له تحية على هالتعب والعذاب اللي عم يقوموا فيه لحتى إنجاح هذا المؤتمر الهام جدا، اللي نحن كتير بصراحة شايفين إنه في له مستقبل كتير كبير. نحن كجمعية فلكية سورية من خلال هذا المؤتمر عم نسعى مع معهد التراث العلمي العربي بحلب وجامعة حلب على أن يكون في التوصيات الختامية بناء مرصد فلكي على في معهد التراث العلمي العربي في حلب، اي ربط التراث مع الحاضر، بحيث ان يكون لدينا تلسكوب حلب. طبعا نحن كجمعيه فلكيه سوريه عندنا تلسكوب متنقل، لكن نسعى لبناء مرصد في معهد التراث العلمي العربي بحلب، وان شاء الله بتكون ضمن التوصيات الختاميه لهذا المؤتمر باجماع الباحثين لاهميه ربط ما هو قديم مع ما هو حديث. كما اطلقنا اسم كوكب تدمر ونجم ابلا وكوكب اوغاريت حديثا من خلال استعانة بتراثنا الماضي، أيضا من خلال هذا المعهد ومن خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك تلسكوب يربط الماضي مع الحاضر إن شاء الله.
يعني قبل ما نختم دكتور محمد، كمان اليوم نعرف نشاطاتكم دائما مستمرة، فشو أبرز النشاطات أيضا اللي عم تحضروا لغير المؤتمر؟ تمام، بالأمس كان عندنا هطل شهابي، هطل الشهاب الذي يدعى الأسديات نسبة إلى كوكبة الأسد 17-18 تشرين ثاني، واليوم مستمر. يعني أي ساعة دكتور؟ من ساعة 12 ليلا لساعات الفجر الأولى. رصدتوا المشهد بشكل رصدنا عام؟ المشهد، واليوم الغيوم قليلة، اليوم فرصتنا أكثر لحتى نشوف ألعاب نارية بالسماء من الساعة 12 ليلا لأربعة فجرا. طبعا الهطل الشهابي الأسديات هو هطل شهابي قليل الغزارة نسبيا، لأنه القمر بطور موجود بالسماء وعم يلمع، وبالتالي هو بالتربيع الأخير، وبالتالي سيؤثر على المنظر بشكل أو بآخر، لكن بإمكاننا من الساعة 12 لأربعة فجر إحصاء حوالي 60 لـ70 شهاب بالساعة في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، ونتمنى أميات. هلأ هي في إلى أخطاء كثير، في إلى قصص، لكن صحيح. بالنهاية نحن عم نعد الشهب، عم نحاول نحصيها، عم نشوف يا ترى ظهر معنا كرات نارية. بالأمس نعم ظهر معنا كرة نارية. شو تأثير ظهور الكرات النارية بهذا الوقت؟ هاي بتكون رشا قطعة كبيرة من الصخر احترقت بشكل كبير من الغلاف الجوي. الخطورة تكمن رشا أنه لا سمح الله هي القطعة تسقط على الأرض، وقتها بيصير كارثة، مشكلة تماما، دمار محلي، لكن حيكون دمار محلي وليس انقراض البشرية. لكن هذا الدمار المحلي لا سمح الله إذا وقع فوق منطقة مأهولة أو كذا ممكن يسبب كارثة حسب حجمها، كمان حجمها تماما وسرعتها. لكن الحمد لله ما صار أي شيء من هذا، خلصت الشهوب اليوم آخر يوم، يعني بتبلش بقى تتناقص. لكن هاي كانت من الفعاليات الحلوة يلي نحن عم نختم فيها عام 2022. طبعا نحن رح نستقبل عام 2023 بنشاطات أيضا عديدة. إن شاء الله. بنهاية هذا العام سلطنا الضوء على الفلك الصغير بشكل كتير كبير، حاولنا ننشئ جيل من الأطفال يلي بيحبوا هذا العلم واللي عم يحاولوا يطوروا هذا العلم. بنفس الوقت عم نحاول نسعى أن تكون نشاطاتنا بجميع المحافظات بحيث ما نظلم محافظة على حساب محافظة تانية، وهذا الدليل أنه حنكون إن شاء الله بحلب بمؤتمر التراث العلمي العربي بحلب. أكيد دكتور، بدنا نشكرك لوجودك معنا، وأكيد لكل المجهود اللي عم تعملوه. شكرا لك سلمى رشا، يسعد صباحكم. شكرا دكتور. اليوم عن جد إذا الشهب والأمنيات هي أنه نظامية، مو أنه هيك كنا نسمع من زمان، فاليوم مفروض كل الشعب السوري يطلع يتمنى اليوم. شكرا دكتور. وصلنا سلمى لمساحة اليوم صارت تهم الشباب والصبايا بشكل كتير كبير، صار موضوع التجميل أخذ حيز كتير كبير من حياة أي حدا فينا. دائما بنسعى أنه نحن نجمل، ما بدنا نقول للكمال، كمال لله أكيد يعني، ولكن نسعى بإجراءات بسيطة ممكن تكون لنعمل شيء بحياتنا. اليوم رح نضوي على موضوع النحت ونضوي الفرق بينه وبين شد الجسم. أكيد رشا، واليوم بفقرتنا رح نحكي عن الآثار الجانبية اللي ممكن أنه تحصل، شو هو الإجراءات التجميلية أو الطبية العلاجية اللي بتكون ببعض الأحيان ممكن يكون الاسم تجميلي ولكن هي أحياناً بتكون استطباب ضروري لبعض الأشخاص. رح نتعرف على كل التفاصيل وغيرها من التساؤلات مع الدكتور نوار مبيض، استشاري بالجراحة التجميلية والترميمية. سعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن إجراء اليوم صارت المعظم الصبايا عم بيروحوا عليه، وعم نشوف اليوم نتائج على الميديا ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. خلينا بداية نعرف بشكل عام شو هي عمليات النحت. هلأ النحت هي كلمة عمومية، هي ما أنا إجراء طبي معين، يعني حتى قد يكون إجراء يعني جانب طبي مثل الأجهزة اللي بتساعد على تغيير شكل الجسم بشكل بسيط ولطيف. فالنحت هو كلمة عامة المقصود فيها أنه نحن نعمل إعادة تغيير لشكل الجسم، توزيع مختلف لمناطق البدانة ومناطق النحافة بجسم شخص معين ذكر أو أنثى. فهي إجراء ببلش أول شيء أنه أنا يكون عندي شخص وزنه مقبول أو طبيعي، ولكن هالوزن هذا ما نجذاب كما يتمنى. في مناطق بحبها تكون ظاهرة أكثر، هي نحيلة، وبالمقابل في مناطق هي فيها فيها بدانة ما بعتبرها جذابة فبدي يخفف منها. فهذا العنوان الكبير. هلأ في عدة تقنيات نحن ممكن نستخدمها لنوصل لهالشكل اللي بدنا إياه. طيب دكتور خلينا نحكي، إمتى بتكون هاي العمليات هي تجميلية مثل ما بيقولوا، إمتى بتكون استطباب ضروري؟ يعني بنعرف في بعض الأشخاص بيكون وصلوا لوزن معين غير قادرين على ضبط نفسهم، فصرنا نشوف هلأ في عمليات كتير مثل
قص المعدة، تغيير المسار، وبعدها بيلحقها نحت الجسم. تماما، هون بنوصل لفكرة كتير مهمة حقيقة. نحن أي شخص لما قبل ما يفكر بإجراء النحت لازم يكون عنده شرطين أساسيين كتير مهمين. قبل إذا ما تحققوا هالشرطين فرح يكون إجراء النحت إجراء بنسبة عالية غير ناجح. هلا أول شرط إنه نحن يكون عنا وزن طبيعي. دائما انا كاخصائي جراحه تجميليه وترميميه ما بصير اشتغل على حدا وزنه اكثر من الطبيعي بديك بكثير، بدي يكون وزنه مقبول. فنحن اذا في عندنا شخص عنده بدانه شديده، البي ام اي اللي هو بيحدد نسبه الوزن على الطول كان عنده كثير عالي، فهذا الشخص اول شيء لازم ينزل وزنه من خلال حميه، رياضه، يعمل جراحه بدانه، قص معده، تحويل مجرى مثل ما ذكرتي حضرتك. بعد ما يوصل لوزن طبيعي هون بنفكر نحن باجراء النحت. هلا في شرط ثاني كمان كثير مهم ما بقل اهميه عن الاول اللي هو استقباب الوزن. نحن ما بصير نشتغل على حدا عنده تغيرات مهمه بالوزن بشكل دوري، لازم يكون عندنا وزن يعني مو بس طبيعي، هالوزن هذا شبه مستقر بفرق كيلين 3 لحد 5 كيلو اوكي، بس مو يفرق بين شهر والثاني 20 كيلو، لانه اذا اشتغلنا على الشخص نحت بعد فتره رح يصير عندنا توزيعه مختلفه للبدانه عنده ما رح يحبها ورح نوقع بمشكله اعقد. فنحن عندنا شخص اول شيء وزنه مقبول، ما بحول انا وزنه مثالي ولكن ضمن المقبول على الحدود العليا الطبيعي كحد اقصى. ثاني وكمان على حدود الدنيا للوزن المنخفض كمان، اذا نحيل كثير كمان ما فينا نشتغل عليه، يعني بده يكون هو ممكن هون يضطر يعمل زياده وزن بنظام غذائي معين. فحقق الوزن المقبول بس هذا الوزن ما عاجبه التوزيعه تبعه ووزنه مستقر على الرقم هذا، هون بيجي دور طبيب اختصاصي الجراحه التجميليه بانه يعمل توزيعه حلوه لهالوزن تكون جذابه حسب ثقافه هالشخص هذا. طيب دكتور، بعد النحت وبعد التوزيع بنشوف كثير صبايا انه صاروا مثلا يصير نحن خلينا اول شيء نحكي بالانواع، هي عمليه شفط الدهون وحقنا باماكن ثانيه. هلا حقيقه هو هذا الاجراء اللي حكينا عنه، بس حقيقه في اجراءات اخرى جراحه تماما مثل اجراءات الشد واللي هي احيانا بتكون هي الحل الاساسي. يعني احنا مثلا تجينا سيده وليكن عمرها حوالي 30 سنه، جايبه ولدين، وزنها حوالي 60 كيلو، في عندها انتفاخ بمنطقه البطن. لما بتاكل بتلاقي الدكتور انا بطني كثير بينتفخ، في عندها ترهل بالجلد، هي اكيد اذا بنعمل لها شفط دهون لايبوسكشن حيزيد الترهل رح تصير ابشع تماما. فهون الحل هو اجراء الشد الجراحي لابد منه، مو شطاره اني والله انا دكتور بدي عمليه بالثقوب ما بدي اعمل جراحه، انا بخاف من الندبه. هلا بغض النظر انه انت بتخافي ولا لا، الندبه حلوه لا، هي الحل الاساسي عند حضرتك، لانه انا في عندي زياده جلد بدي قصها، والاهم من هيك في عندي الترهل العضلي هو اهم تفصيل بتصليح جدار البطن. التومي تاك او الابدومينوبلاستي هي جراحه شد البطن، هي المبدا الاساسي اعاده تصنيع عضلات البطن اللي كانت متمططه ومترهله نتيجه الحمول اللي تعرضت لها السيده، ونتيجه ايضا الزمن وتبدلات الوزن، فهون لابد من شد عضلات البطن. ضمن العمليه الواحده عم نحكي تماما. كيف اصلاح؟ يعني هي اصلاح لعضلات البطن ولا الشد الخارجي؟ بنفس العمليه، نحن بنشد العضلات وبنشد الجلد. طيب دكتور، كمان هي العمليات يعني حضرتك ذكرت انه لازم تكون اذا سيده حامل او كانت يعني سابق انجاب، في ناس بتعمل عمليات وبترجع مره ثانيه بتصير حامل مره ثانيه، هذا بيؤدي للفشل، فهون لازم تكون هي خلص يعني هذا اخر ولد. ما نسميه فشل، في كثير سيدات لظروف معينه انه هي ظنت حالها انه اكتفت بموضوع الانجاب وساوت شد بطن وصلحت بطنه وبتعيش حياتها سعيده وتنبسط بجمال جسمها، لسبب ما تزوجت مرة ثانية أو صار حمل مرة ثانية فرجعت صار في حمل. طبعا شد البطن لا يمنع الحمل، هون في فكرة غلط كمان، الولد بكبر البطن مو البطن بكبر الولد، يعني إذا الواحد تعرض لشد بطن هي عندها استعداد يبقى هي عضلة بالأخير رح تتمدد يعني والجلد بيتمدد فرح يرجع يترهل البطن. هلا الحلو بالقصة إنه عملية شد البطن هي عملية قابلة للتكرار إلى عدد لا نهائي من المرات، فنحن بكل ما بساطة في مشكلة تماما بعد ما تولد مرة ثانية بحوالي شهرين ثلاثة استعاد جسمها وضعه الطبيعي، ممكن نعيد شد البطن إذا هي مهتمة. طيب دكتور، ذكرت نقطة حضرتك إنه بعملية الثقوب وبشفط الدهون وحقنا بأماكن ثانية هو إجراء مثل ما وصفته لطيف، ممكن يجمل ونحن نقدر نوزع من خلاله الدهون بأماكن ثانية، ولكن المريض يعني ممكن يرجع يزيد وزنه، رح ترجع لزيادة الوزن بنفس المناطق الحقن أو بنفس مناطق الشفط؟ تماما، السؤال كثير مهم حقيقة. من هون نحن قلنا أول شيء إنه نحن عندنا شخص وزنه طبيعي، ثاني قلنا شيء وزنه مستقر. أكيد نحن بنفهم شغلة كثير مهمة، لما نحن عم نعمل شفط دهون من خلال هالثقب نحن عمليا عم نساوي استئصال
للخلايا الشحمية الموجودة بهالمنطقة، صحيح من خلال ثقب صغير من خلال أنبوب عم ندخله مدعوم بالليزر أو بأي تقنية تانية، ولكن هو عم يستأصل الخلايا الشحمية. الخلايا الشحمية كنسيج هي ما بتتكاثر مع الزمن. أنا وليكن عملت شفط لمنطقة الفخذ الأمامية كان فيها وليكن 1000 خلية. طبعا. أنا بشفط الدهون استأصلت 700 ضلوا 300 ما بزيدوا، وبالتالي قابلية البدانة بهالمنطقة رح تتراجع بنسبة 70% مهما زاد الوزن. من هون نحن لما عم نعمل شفط دهون هو إجراء ثابت، ولكن إذا في شخص هو معود على وزن معين رح يرجع يكسب هالوزن، ولكن بمناطق أخرى ممكن يحبها تتوزع ممكن ما يحبها. لهيك نحن قبل ما نفكر نعمل شفط دهون لازم نعمل دراسة لكامل الجسم لنشوف مناطق تجمعات الدهون الموجودة عنده، ونشوف إذا في مناطق تانية كمان ما جذابة لازم تخضع أيضا لشفط دهون. وممكن تسمن مناطق الحقن؟ مناطق الحقن طبعا ممكن تسمن، وقت لأنه يرجع بيزيد وزنه بعد النحت، لأنه مثل ما حكينا شفط الدهون هو استئصال للخلايا الشحمية، حقن الشحوم هو زرع للخلايا الشحمية. نحن في نسيج عم نزرعه بمنطقة أخرى، هلا هذا النسيج مو كله رح يعيش، ممكن 50-60%، ولكن جزء منه بده يعيش. والأهم من هيك سلوك الخلايا الشحمية بالمنطقة الآخذة اللي حقنا فيها هو سلوك المنطقة المعطية. يعني أنا أخذت شحم من الفخذ اللي هي كانت عندي من المناطق المفضلة للبدانة عند هالشخص هذا، يعني هالصبية أول ما بتسمن بيسمنوا فخاذة بس وجهها آخر شيء بيسمن. لما أنا أخذت شحم من الفخذ وحقنته بالوجه بتوقع أنه الوجه صفى قابلية البدانة فيه أعلى بكثير من أول. هلا هذا الشيء له إيجابياته وسلبياته، لهيك لازم تكون دراسة شاملة لكامل الجسم وين المناطق اللي هي عندها استعداد مفضل للبدانة بالأولوية عند بنية جسم الوراثية، والمناطق المفضلة للنحافة لحتى أعرف أنا كيف بدي أعمل إعادة توزيع الشحوم. بالعكس سلمى، اليوم أكيد. خبر حلو الدكتور عم يقول أنه في كتير صبايا بيروحوا لموضوع الحقن وبيخافوا أنه تنحف هاي المنطقة، فلا اليوم خبرنا أنه لا بتزيد، يعني بتزيد تمام. طيب كمان دكتور خلينا نحكي شوي عن الآثار الجانبية، مين اللي عنده عوامل خطورة ليتعرض لمثل هاي النوعيات العمليات، ولا فينا نقول أنه هي آمنة إلى أكبر حد معين؟ في مثلا سيدات بعمر كبير أحياناً بيرغبوا بتغيير شكلهم، ولكن ممكن يكون عندهم بعض الأمراض الأخرى اللي تأثر على العمل الجراحي، خلينا نعرف هاي التفاصيل. صحيح. هلأ نحن بالأخير إجراء النحت كشف الدهون وحقن الشحوم أو حتى الشد هي عمليات تجميلية نوع من الكماليات أو الرفاهية، وبالتالي لازم تكون بهامش أمان عالي جداً. طبعاً ما في عمل مثالي آمن 100%، ولكن لازم يكون عندنا منسوب الأمان عالي كتير. فنحن أول شيء بده يكون هذا المريض محضر بهدوء بشكل جيد للعمل. ثاني شيء مثل ما حكينا أبداً ما نفكر نحن من خلال شفط الدهون نحن بدنا ننزل وزن. هون أنا بقي ببلش الغلط الأكبر. نحن عم نرسم الجسم. نحن عندنا مشكلة كتير إنه بيرجعونا صبايا وذكور ظانين إنه هن بدي يعملوا تنزيل وزن من خلال شفط الدهون. هذا خطأ شائع. يعني نحن يفترض نعتذر منهم. لأن وصلوا لوزن طبيعي، بعد ما توصل الوزن الطبيعي نحن شغلتنا نعمل توزيعة حلوة لهالوزن هذا فقط لا غير. تماما. أما البداية بتبلش بتنزيل الوزن وبتثبيت الوزن، ما بكفي التنزيل والتثبيت، بعدين بيجي دور جراح التجميل بتغيير التوزيعة لهالوزن هذا. طب دكتور بعد عملية بعد العملية إن كان الشفط والنحت وإن كان عن طريق الجراحة اللي هي قص الجلد، بس بيقولوا مؤلمة صحيح يعني عملية القص. خلينا نحكي اليوم الحد الطبيعي لزيادة الوزن عند المريض. اليوم أي صبية عملت إن كان عن طريق الثقوب أو عن طريق الجراحة، قدي اليوم المعدل الطبيعي أنه هي تزيد وزنها؟ هلأ أول شيء نحن لازم يكون دخلنا بوزن طبيعي أو ضمن الطبيعي، لازم ما يزيد وزنها أكثر من 5 كيلو بعد الجراحة. يعني قدي 5 كيلو بقدي؟ مدى الحياة يعني بس بلشت تتجاوز 5 كيلو رح يبلش عندها ديفويات، رح يبلش عندها مناظر ما تحبها، رح تضطر تلجأ لإجراءات جراحية إضافية. فنحن لهيك قلنا دائما الوزن طبيعي ومستقر. هلا بالنسبة للألم أي إجراء فيه ألم، بس دائما أنا بحب يعني مبدأ هنا التحريك الباكر، التعاون مع المريض، تشجيعه، ما الاستكان للعمل الجراحي. نحن لما بنساوي عمل جراحي المريض بعد ساعتين ثلاثة عم يتمشى بغرفته، ممكن بنفس اليوم او ثاني يوم يغادر المشفى للمنزل، هذا كثير بيساعد على سرعه الشفاء وعلى تجاوز ازعاجات العمل الجراحي. نعم، يعني دكتور معلومات مهمه اليوم قدرنا ناخذها من حضرتك، بنتمنى كل اللي عندهم استفسارات يكون تم الاجابه عليها. شكرا كثير لك ولوجودك. شكرا لك. هلا شكرا دكتور، وتمنياتنا بالصحه والسلامه لكل حدا عم يشوفنا. شكرا دكتور. يا هلا. أما هلأ سلمى لوين بنروح؟ نروح لحما رشا، وقامت جمعية مورد بازار خيري وهو بازار الأول في محافظة حما، وتفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
بهدف تفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، أقامت جمعية مورد بازار مورد السنوي لأول مرة في محافظة حماة بمشاركة 30 سيدة من مختلف المحافظات السورية. هلا من ضمن نشاطات جمعية مورد لتفعيل وتطوير دور المرأة بالتنمية الاقتصادية بازارات سنوية بتكون، أحداها بيكون بالشام وواحد بيكون باللاذقية. السنة لأول مرة كان بمحافظة حما. البازار هو بيشمل كل المنتجات للسيدات السوريات. الهدف من البازار هو نسهل عملية خلينا نقول المنتج وصوله للمستهلك بدون وجود وسيط. الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية من دورها تمكين المرأة، فلهيك نحن كل بازار ومعرض بصير بندعي السيدات اللي هن اساسا بيشتغلوا معنا بالتدريب المهني، تدربوا عنا فصار عندهم منتجات، ناخذ طاولة وبندعي السيدات لحتى هن يشاركوا بهي المنتجات ويستفيدوا ويبيعوها. البازار يضم مختلف المنتجات اليدوية والصناعية والثقافية، ويساهم في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. نحن مشاركين بكل شيء بخص الهاند ميد، لوحات، مفارج، طاولة، كل شيء بخص الهاند ميد. يعني جايين من الشام طبعا، وأول مرة منشارك بحما. أكيد بتعاونينا كتير، يعني تعرفنا على محافظة جديدة وناس جداد وكتير سعيدين بهالمشاركة معهم. جايين من حماس، حابين نشارك سيدات أعمال حما بأشغالنا اليدوية مع مورد، وأنا بشتغل عبايات كلياتهم هاند ميد، في شي تتريز، في شي شك، وفي شي ضايفيلو دانتيل وهالقصص، وحبينا نشارك. نحن اسم مشغلنا تكتكة، المشغل بطرطوس. نحن من خلال جمعية مورد تعرفنا انه رح يقيموا معرض بحما، نجينا من طرطوس نعمل نشارك يعني مع جمعية مورد. ويساهم البازار بالتشبيك ما بين السيدات من مختلف المحافظات وتوفير الأدوات والإمكانات لمساعدة المرأة على تطوير عملها. حسام الشب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. أما ضيفنا بفقرتنا التالية هو شاب مثال للشاب السوري الطموح المميز اللي انطلقت إرادته وحبه للمعرفة والعلم ونجح بعدة مجالات وقدر يثبت أنه هو قادر يحقق شيء رغم كل الضغوطات يلي عم منعيشها. ضيفنا لليوم هو الشاب والطبيب يزن بسام نعيم يلي بيبلغ من العمر 27 سنة. أكيد رشا، عم نحكي عن الدكتور اللي تخرج من جامعة دمشق كلية طب الأسنان ولم يقتصر عمله فقط على طب الأسنان، ولكن طور نفسه باختصاصات كثيرة ومنها اختصاص التغذية. اليوم رح نتعرف أكثر على نشاطاته بالطب بشكل عام. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. هلا كل حدا عم يشوفنا اليوم، نحن ضمن صباحنا كان في أمثلة كتير حلوة عن الشباب السوري، أطباء كتير كانوا كوتش رياضة، كانوا عازفين، فاليوم أنت كمان من الأمثلة كتير حلوة بصباحنا. خلينا نحكي اليوم عن وضع الدراسة، أنه أنت كنت بس دراسة أو كنت عم تشتغل على أكثر من شيء بنفس الوقت؟ هلا أنا بلشت بكلية طب الأسنان 2013. اترافق موضوع الدراسة مع عدة مجالات، من المجال الموسيقي، من دخولي بعالم التغذية ودخولي بعالم التدريب الرياضي، ومن دخولي بعالم التنمية ومواضيع التنمية البشرية والتنمية الذاتية. فكان الموضوع ما بيقتصر فقط على دراسة طب الأسنان، إنما على عدة مجالات. طب دكتور يزن، أنه أكثر مجال بتلاقي نفسك فيه؟ يعني اليوم يمكن الدراسة أحياناً بتكون خيار آمن بيختاره الشخص من أجل المستقبل، أنه أنا بدخل فرع أكيد بما أنه مجموعي عالي، أو بنعرف كثير من هاي التفاصيل اللي بتحكم الاختيار. صحيح. وبعض الشخص ببلش بعد فترة يفرع على المواهب وعلى الأشياء اللي كان بيحبها، فأنه أكثر شيء بتلاقي نفسك فيه؟ أكيد التغذية، وخليني أقول الجانب الصحي اللي بيهم صحة الإنسان. لقيت شغفي موجود بهذا المجال، لقيت الفائدة اللي عم قدمها للمجتمع هي موجودة بهذا المجال أو بهذا الاختصاص اللي عم حاول أني أشتغل شيء جديد فيه. يعني موجودي أكثر بعالم التغذية وعالم التدريب الرياضي. والموسيقى يعني قد اليوم
في مشاعر وفي هيك مرهف الحس بيقولوا بتعلق بالموسيقى بشكل كتير كبير، كلنا بنحبها ولكن في حالات خاصة يعني، فاليوم جامعة من كل شيء ما شاء الله. يمكن بظل الجهد الجسدي الموجود بعملي كطبيب أسنان والجهد النفسي الموجود بعملي كأخصائي بالتغذية، تبقى الموسيقى هي الجانب الوحيد اللي بخفف هذا الضغط، بخفف التوتر، بيعطيني المتعة بالحياة. فأنا بشوفها هي الشيء الداعم كان لي بكل هي الإنجازات مجالات. طيب دكتور يزن، خلينا نحكي شوي أكثر عن مجال التغذية، كيف بدأت فيه، درسته ولا كيف تعلمت أكثر، شو أكثر شيء تجاربك فيه، ويمكن لك تجارب خاصة مع الأطفال؟ هلق بمرحلة دراستي بكلية طب الأسنان كنت عم عاني من مشكلة مع الوزن، حتى مشكلة مع التغذية، كان في عندي خلينا نقول حالة بداني، وكان عندي محاولات كثيرة مع الأنظمة الغذائية ونحفنا ورجعنا زاد وزننا وهي الفكرة. فاكتشفت أن نحن في عنا ضعف بالثقافة الغذائية عند كل الأشخاص، يعني كنت شوف حالي أنه أنا عم بدرس بكلية الطب واعتبر عم بدرس بفرع طبي وما عندي هي الثقافة الغذائية الكافية. صرت حاول اتبحر بمجال التغذية، اتبحر اكثر. بتذكر لما كنت روح اشتري محاضراتي من المكتبة تبع كلية طب الاسنان، كنت شوف بمكتبة الطب البشري شوف شو في محاضرات ممكن تستفيد منها بهالمجال، فكنت حاول قدر الامكان استفيد وطور حالي. لوقتها ما كان الموضوع عبارة عن مخطط ولا كان بفكري اني ممكن اشتغل بيوم من الايام طبيب تغذية. لا، تخرجت من كلية طب الأسنان واكتشفت أنه لا، أنا شغفي موجود بتغذية. فرجعت درست بعد ما تخرجت من كلية طب الأسنان وبدأ عملي كطبيب تغذية من بعد. شو كانت أهم مفاتيح ثقافي التغذية؟ شو لقيت من خلال دراستك وحضرتك كنت عم تعاني من مشكلة كنت صحيح. يعني مثل ما خبرتنا، يعني شو أهم المفاتيح اللي اعتمدتها؟ أهم المفاتيح كانت دراسة مجال التغذية، أو خليني أحكي بالشيء المختلف اللي حاولت أدرسه بجانب التغذية، هو ربط التغذية مع الحالة النفسية للشخص. يعني كثير من الأشخاص قادرة أو بتعرف شو الطريقة الصحيحة لأن هي تنحف أو يزيد وزنها أو تأكل صحي بشكل عام، ولكن الحالة النفسية أو الدعم المجتمعي أو حتى هيك الحافز هو كان الحلقة المفقودة. فحاولت أني أربط موضوع دايت بموضوع كيف الواحد يكون مهيئ من الداخل لأنه يقدر يطبق هذا الشيء ويقدر يكون صحي بحياته ويكون عم يحافظ على صحته من خلال الأكل وما يعتبر هذا الموضوع قيد عليه. أكيد عقوبة. دكتور كمان من بين هاي المجالات وبالذات التغذية، حضرتك كمان دخلت على موضوع مرض البدانة عند الأطفال، خلينا نحكي أكثر عن هذا المجال وتجاربك فيه على أرض الواقع. تمام. هلق خلينا نقول نحن من 20 سنة ما كان في عنا بدانة عند الأطفال مثل بهالوقت اللي عم بلاقي حاليا. بمر لعندي على الأيادة ناس بعمر 10 أو 12 سنة وزنهم فوق 100، عم يكون هذا الموضوع مؤشر خطير صحيا وفينا نعتبره من الطوارئ الصحية. صحيح. لأنه هو بيأهب لكثير من المشاكل عند والأمراض عند أيضا ممكن تنشأ جديدة، كله هذا له علاقة باللايف ستايل مثل ما بيقولوا اللي تغير بحياتنا. أكيد. يعني سكري، ارتفاع ضغط، ارتفاع شحوم، مشاكل مفصلية، مشاكل بالعمود الفقري، كلها عم بتكون مشاكل عند الطفل، وكلها فينا نحطها بكفة وفينا نحط بالكفة الثانية موضوع الحالة النفسية عند الطفل والتنمر اللي بيصير عليه والشيء اللي بيعيشه لحاله. هي القصص لحالها خلتني اتوجه لعالم الأطفال وحاول ابتكر طرق بمساعدة هاي الأطفال لمن يخلصوا من البدانة أو الوزن الزائد. طيب هون دكتور عن أي عمر عم نحكي؟ عم نقول أطفال ولكن يعني هلق الطفل علميا هو أي شخص تحت ال 18 سنة. طيب هل هو ممكن يكون وراثي؟ هلق نحن نقول وراثيا ممكن يكون الطفل مؤهب للبدانة، يعني عنده عوامل وراثية تؤهب للبدانة، ولكن خلينا نقول العامل الأكبر هو طبيعة الغذاء، نمط الحياة، بطل فيه رياضة بالشكل الكافي، صار
الطفل على التابلت بيلعب، صار بالسيارة بيروح بيجي، فممكن هذا كان أكثر مؤهب لموضوع البدني. صحيح دكتور. طيب خلينا نحكي اليوم، نحن لما بنقول أنظمة غذائية لأعمار صغيرة بيكون موضوع كتير صعب، لأنه بتعرف يمكن الشخص الكبير بيكون عنده القدرة أنه أنا عم بعمل هالشي لمصلحتي فبيضبط نفسه، غير الأطفال اللي ممكن يشوف رفيقه أو زميله عم يأكل مأكولات معينة، فإذا كنا بنظام غذائي معهم بيكون كتير صعب. شو أبرز خليني أقول عوامل اللي أنت بتحطها لحتى يستمر هذا الطفل بالنظام الغذائي ما ينزعه يعني؟ هلق من خلال التجربة على عدد كثير كبير من الأطفال، كانت نسب النجاح عند الأطفال أكبر بكثير من نسب النجاح عند الشباب وعند الصبايا وعند الكبار على عكس ما بنتوقع. الطفل بس يكون المقاربة له سليمة، بس يكون حابب هذا الشخص اللي عم يكتب له الدايت، ولما يكون الدايت فيه أكلات هو بحبها معمولة بشكل صحي، تكون متفق أنت وياه، يكون في نوع من الود والمقاربة بينك وبينه، فعبيكون الموضوع سهل، عبيكون ما في هذا التعقيد، ما في هي الصعوبة. بالإضافة لأنه استجابة الطفل للحمية عم تكون أفضل، لأنه هو ممارق بتجارب عديدة وتجارب خاطئة، مو مستعمل أدوية ضارة بالصحة، مو مستعمل حميات خاطئة، فهو بعده جسمه سليم، صحته سليمة، استجابته لهذا الموضوع أفضل. ونحن منقول الطفل اللي بيخلص من البداني بعمر مبكر يكون قادر يتحكم بوزنه للمستقبل، يكون قادر يكون في علاقة جيدة بينه وبين الأكل، ويكون قادر أنه يحافظ على وزنه على مر الأيام. طيب أكيد دكتور، مثل ما في حالات نجاح بموضوع البداني عند الأطفال، في حالات مرأت اليوم ممكن ما تكون من الطبيب، مثل ما أن نظام الحياة النمط الغذائي ضمن البيت، شو هي الحالات أو ممكن تكون أمراض عند الطفل اليوم يعني صعب على أخصائي التغذية أنه يدخل بهذا الموضوع؟ خلينا نحكي عن الحالات اللي ممكن الطفل يفشل فيها بإنزال وزنه. أهلق الحالة الوحيدة اللي نحن فينا نقول أنه فيها فشل هي عدم وجود دعم من الأهل، الأخوة بالبيت، المحيط بالمدرسة. موضوع التنمر أو الحالة النفسية هي اللي ممكن تعمل للطفل عامل سلبي أو تعمل له أكل نوع من الأكل العاطفي أو الانفعالي، واللي هي بتسبب الفشل، يروح لل يعني مثل ما بنقولها بالعامة فيش قهره بالأكل يعني 100%. بس ولكن في عندنا بجوز امراض الغده، امراض السكري عند الاطفال كمان ممكن يكونوا وقفوا عمليه دايت عند الطفل. هلق بشكل صحي اي مرض عم يتم علاجه من قبل الطبيب المختص، حتى لو كان في قصور بالغده، حتى لو كان في اي مشكله اخرى، فبيتم دائما نجاح عمليه الحميه معه طالما هو عم ياخذ الدواء الداعم لهي الحاله المرضيه. فما في شيء ممكن يكون بيأثر على الموضوع أو نفكر أنه في طفل ما بيستجيب أو وزنه ما بينزل، لا كله بيستجيب وكل أموره بتكون تمام. صحيح، يعني معلومات مهمة اليوم، والسعيدين نحن كنا بوجودك معنا دكتور وبهي التجربة المميزة. كتير أوقات بيكون التميز عنوانه البحث والعلم، مثل ما شفنا مع حضرتك ما اكتفيت باختصاص معين، طورت نفسك. شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا دكتور يزن، نتمنى لك هيك التوفيق ونشوفك بمجالات تانية، بجوز ما بتعرف بعد سنتين ثلاثة تلاقي نفسك مكان في مجال تاني. شكرا والصحة والسلامة لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. احنا مكملين، ولكن خلينا نروح ضمن تقرير لمدينة طرطوس، حيث اختتم ملتقى النحت السوري الأول على الحجر والذي أقيم في منتجع جونتا السياحي. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لمانة مشوح ومحافظ طرطوس، اختتمت فعاليات ملتقى النحت السوري الأول على الحجر والذي أقيم بمنتجع جونادا السياحي على شاطئ مدينة طرطوس. هذا الملتقى يشارك فيه نخبة من النحاتين السوريين بأعمار مختلفة وأساليب مختلفة، والبيئة البحرية والجمالية أضفت عليه طابعا آخر. الواقع أنه ما رأيناه اليوم من أعمال فردية أو أعمال جماعية جمعت في جدار واحد، في لوحة متكاملة تكاد تكون، تعبر عن أمر مهم جدا على الإنسان السوري
أن يعيه تماما أنه مبدع وأن أرضه خصبة وأنها ولادة للمفكرين والمبدعين. لوحات جدارية وقطع منحوتة بأياد محترفة شكلها 15 نحاتا ونحاتة من مختلف المحافظات. عمل فني ريليف عميق. هلأ أنا شاركت لأني فعلا هذا الفن أنا بحبه وبشجع كتير عليه. حبينا نشتغل لهذه الجدارية بتعبر عن البيئة اللي نحن فيها. يعني إذا بتلاحظ كل فنان مشتغل عناصر من البحر من طبيعة الساحل، وكل فنان اشتغل على موضوع هو بأسلوبه الخاص. تجربة حلوة جديدة ممتعة مع الأصدقاء اللي نحن التقينا هون تقريبا 15 نحات من كل سوريا التقينا لنعمل هالجمال هذا. يمثل الملتقى بما يحمله من إبداع فني حدثا ثقافيا مميزا يضفي قيمة جمالية وسياحية لشاطئ مدينة طرطوس. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وصلنا لمحطتنا رشا تالي ورح نحكي فيها عن السلوك والسلوك عند الأطفال بالذات. كلياتنا بنعرف إنه في بعض الأطفال بيكون عندهم ناحية عدائية، بنقول بيكون عندهم مشاكل ولكن بيعبر عن هاي المشاكل بعداء مشان ما حدا يقرب عليه، ما حدا يحاسبه، ما حدا يعاقبه، مثل ما بيقول يعني بيتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيه. فبالتالي بنشوف كثير من الأطفال بيلجأوا للعراك وبيلجأوا أحيانا للسرقة وللكذب بدون شعور بالذنب، وحتى احيانا بنشوفهم دائما عندهم حالات هروب من المدرسه، دائما بتفقديهم بتلاقيهم موجودين بالشارع على طول، عملته باللعب. اليوم هدول الاطفال اكيد هن ما لهم اصحاء نفسيا، اكيد في اضطرابات نفسيه ضمن سلوكهم. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر، ضيفنا لليوم هو الدكتور انس دالي، طبيب في العلاج النفسي. اهلا وسهلا حكيم ومساء صباحك. مساء صباحك دكتور. خلينا نبلش بتوصيف اكثر لهذا النوع من الاضطراب السلوكي، شو يسمى وتعريفه بشكل أوسع؟ تماماً. هلأ هو بيجي ضمن التصنيفات الاضطرابات النفسية عند الأطفال ضمن اسم اضطراب المسلك أو conduct disorder. بتكون يعني الصيغة المسيطرة من الأعراض هي حالة خلل بالسلوك. بالدرجة الرئيسية هي حالة من العدائية، عدم الانضباط بالمعايير الاجتماعية، التهديد المستمر للمحيط، للأقران، الاعتداء على ملكيات الغير، افتعال حوادث كبيرة جدا، يعني حرائق مثلا، تخريب شيء بالممتلكات العامة بشكل كبير، يعني شيء يتجاوز مثلا تخريب عادي أو متعمد مثل تخريب كرسي حديقة. لا، يعني في واحدة من الحالات بشكل سريع بذكرها، كان في نوع من يعني بمنطقة هي كانت حساسة أمنيا، مضبوطة أمنيا، الطفل ساوى عبارة عن جمع كل شيء من المرحاويات، عبارة عن مثلا أكياس بلاستيكية، أخشاب، ظل عم يجمع فيها لفترة طويلة، إضافة إلى أنه أتبعها بشيء من يعني مادة حارقة، بنزين أو مازوت، وبلحظة صار في حريق كبير، يعني شيء أشبه بأنه مو حدث عابر، شيء في تماماً شيء من التخطيط، شيء من الطفل دائماً كان نفسه الطفل أنا بذكره، كان عامل نوع من زعامة العصابة ضمن منطقته ضمن الحارة، فهو كمان عم يوجه الأطفال الآخرين أنه نحن بنحاول نخطف هالسيارة، بنحاول نضرب، بنحاول نعتدي. فالسمة الأساسية بهذا الاضطراب هو السلوك المؤذي، السلوك العدائي، السلوك المتعدي. هل اضطراب السلوك عند الأطفال يعني مرتبط بهذا، يعني فقط بحالة الاضطراب هذا؟ لا، هي الاضطرابات السلوكية ممكن تجي في سياق أكثر من اضطراب، وحتى ممكن تجي يعني كرد فعل عاطفي لحدث عابر للطفل، فقد معين، خسارة يعني أحد الأبوين، تعنيف، مثلا ظرف معين، ظرف حرب. فعلا عم نحكي دكتور عن الأسباب، يعني ذكرت لنا طفل عمل هاي الفوضى، اليوم هذا الطفل مو من فراغ تصرف بهذا التصرف، في أسباب. خلينا هيك نركز على الأسباب اليوم كرمال كل حدا عم بشوفنا اليوم، شو الأسباب تدفع الطفل ليعمل خلينا نقول رئيس عصابة أو يفكر بهدول الأفكار الشريرة يعني؟ تماما. هلأ هو في يعني خلينا نقول نظريتين أو سببين رئيسيات. النظرية الأولى إنه النظرية بسموها البيولوجية، وهي موجودة بكل الاضطرابات النفسية، إنه دائما هذا الطفل عنده استعداد بيولوجي خالص بيأتي من الولادة لأنه يكون عنده سلوك عنيف أو سلوك عدائي. طيب قد يعني أحد يسأل سؤال بمعنى إنه خلص هو شيء خلقي يعني، لكن لا، لكن هذا الاستعداد لا يظهر إلا إذا كانت البيئة المحيطة تساعد على هذا الأمر. مثل ما ذكرنا هون بيجي دور حالات الحروب، حالات الفقد، التعنيف الشديد، التعرض لحالات مثلا عند الطفل حالات تعنيف جنسي. صحيح. تعنيف مهني، استغلال،
مثلا العيش باماكن يعني غير ما فيها مقومات للعيش مثل المخيمات، مثلا التعرض لاذى شديد من الاقران بشكل مستمر او بشكل متوالي، مثلا الطفل بالمدرسه ما عم بتلاحظ انه مثلا في حدا اكبر منه بالعمر دائما وبشكل مزمن ومستديم. فاللي بدي اذكره انه حتى العامل البيولوجي لا يفعل الا في حال كانت البيئه المحيطه تؤهب وتساعد على 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 هذا. فالبيئه المحيطه بدءا من الاسره طبعا رقم واحد، للمدرسه، ولكن الاسره دائما لانه هو معظم فترات اليوم هي 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 اللي عم بيعيش فيها الطفل، وهي اللي عم بتسب منها المفاهيم، وهي اللي عم بتسب منها دائما الصح والخطا. غياب حتى وجود مثلا الاهل، ولكن بغياب دور الاهل الحقيقي، مثلا الاب مثلا بنلاقيه بحاله ادمان غير ملتفت للمنزل، الام مثلا لنفترض انفصلت او عم تضطر تبقى خارج المنزل لفترات طويلة، أحيانا قد يكون بسبب نبيل يعني سبب العمل لأنه ما في مين يغطي، ولكن دائما هي الظروف الأسرية المحيطة كتير بيكون لها دور. نقطة كمان مهمة، الغياب الأهل زائد أو بيعززها أكثر. الطفل أكيد بده بغياب الأهل بده يلجأ لحدا يستقي منه معلوماته، بده يلجأ لحدا يستقي منه الصح والخطأ، المفاهيم. وجود بيئة محيطة مثلا من الأقران، من الأصدقاء، أو ضمن محيط المنزل، أو حتى أحيانا على فكرة سجلت حالات من ألعاب الفيديو، هي بأعمار صغيرة، ألعاب الفيديو مثلا الفيديوهات العنيفة جدا، كطفل بمرحلة عمرية صغيرة وظيفة السلوك مثل أي وظيفة تانية، مثل وظيفة التفكير، مثل وظيفة الإدراك، مثل وظيفة اللمس، مثل وظيفة مثل الذاكرة، كلها عند الطفل بشكل تراكمي تبنى. فحتى السلوك أيضا يبنى بشكل تراكمي. فبأعمار صغيرة دائما بدنا نتوقع نحن بأنه أي منبه خارجي أو أي شيء خارجي قادر على التأثير بالطفل، مثل ما ذكرنا مثلا الافلام العنيفه، افلام المصارعه، افلام بالنسبه له هي مصدر عم بيستقي منه، ما عنده المفهوم ليميز هو بين الصح والخطا، هل هذا صح او خطا. هو بالنسبه له شايف اشخاص عم بيقوموا بهذا الشيء، فهو بالمقابل ايه ممكن اعمله، ما عنده لسه قدره على التمييز بين الصح والخطا، وخصوصا مثل ما ذكرت باعمار صغيره. نعم دكتور، يعني نحن عم نحكي هلا على ظهور اضطرابات سلوكيه كثير عند اعمار مختلفه، ولكن الاطفال هي بتكون الاخطر طب. لانه نحن عم نبني جيل على تمام. على الاطفال، فبالتالي هذا مبرر عم نشوفه هلا او مفسر لكثير من الجرائم اللي عم نشوفها صحيح. حاليا بالفتره الاخيره باعمار صغيره، مثل ما حضرتك ذكرت عم نقول معقول طفل بيطلع منه كل هالشيء. فكيف بيتم تشخيص هذا الاضطراب؟ شو هي ابرز العوامل او خلينا نقول الاعراض اللي بتظهر، ومين اللي بيقدر يشخص بالبدايه اذا الاهل كانوا مسبب؟ فكيف بده يتم تشخيص هذا الاضطراب؟ تماما، احيانا الاهل قد يكونوا مسبب بشكل مباشر او بغير مباشر، يعني اما باهمال منهم او ربما باهمال خلينا نقول مو متعمد، ولكن بدات تظهر هاي السلوكيات. ولكن على الاقل اي حدا من البيئه المحيطه ممكن يهمه امر هذا الطفل، نحن دائما بنقول في عده مؤشرات اساسيه يجب الانتباه لها. طفل اضطراب المسلك خلينا نقول 24 ساعه الطاغي على سلوكه هو الاذى، يعني مو انه بس بفترات محدده هو بيؤذي، بعد اللي مر بفترات هجوع، لا بكل الاوقات هو طالما يعني عايش هو بشكل مستمر دائما عم بيأذي، مثل ما ذكرنا سواء الملكيات العامه او الملكيات الخاصه. يعني بالمنزل دائما عنده سلوك متحدي، لا يستمع للاوامر، يخرب اغراض المنزل مثلا، يسرق بشكل متكرر، لا ينضبط بالقواعد العامه ابدا، حتى من المدرسه قصه هروب متكرر، قصه افتعال مشاجرات، قصه مشاكل. في نقطه كمان ممكن تلاحظ احيانا بالنسبه للحيوانات مثلا، انه ممكن الطفل عنف الحيوانات بطريقه يمكن لانه يعني بيشعر بانه له سلطه عليها اكبر من انه الاشخاص الثانيين، بالنهايه البالغين حتى اقرانه حتى كذا مو بالضروره يقدر يسيطر عليهم، فبنلاقي توجه اكثر لموضوع الحيوانات. فهي خلينا نقول يعني سلسله من عدم الانضباط بشيء، عدم وجود مفهوم الصح والخطا او مفهوم قانوني او لا قانوني او مفهوم العيب او ما نوع عيب، طاغي على سلوك الطفل بشكل مستمر. هلا هون بس في نقطه بدي اذكرها، انه حتى الاضطرابات السلوكيه مو شرط تجي في سياق اضطراب المسلك، ممكن الطفل احيانا يعبر عن حاله معينه مثل اكتئاب الاطفال بشيء سلوكي. لكن هون كيف منميز، او حتى مثلا اللي حكينا عنه بحلقه ماضيه حالات فرط النشاط ونقص الانتباه، لكن هون كيف منميز؟ اول شيء مثل ما ذكرنا الصوره السريريه الطاغيه لاضطراب المسلك هو الاذى بالسلوك. بالنسبه للاضطرابات الاخرى اللي بيجي معها اضطراب سلوك، لا ما بتكون هي الطاغيه، بتكون كثير يعني مؤقته، بتكون دائما تستهدف شيء معين. غالبا الطفل عم بيحاول بلغته الخاصه يعبر، مثل الطفل مثلا خلينا نقول وقت يرفض يسمع الكلمه لانه حزين او لانه عنده شيء معين بده يوصله لاهله، او مثلا بيصير بيضرب اخته الصغيره ليعبر عن موضوع غيره مثلا. فهي بتجي بسياق اضطرابات اخرى، ولكن ما بتكون هي الطاغيه، بتكون شيء منفصل، شيء له يعني بفتره معينه او حتى احيانا ضمن جو معين،
وبتتلاشى. إضافة إلى ذلك بيكون في أعراض أخرى بتوجهنا أنه هذا مو بس اضطراب مسلك، في أعراض مزاجية مثلا، في أعراض فرط نشاط. فاضطراب السلوك ممكن مثل ما قلنا بشكل رئيسي يجي ضمن اضطراب المسلك، ممكن يجي بسياق حالات أخرى. هلأ مين قادر هو يشخص؟ هو كمسؤولية التشخيص، مو بس يعني مو بس العلاج عم بحكي، وعم بحكي عن التشخيص، هو الطبيب النفسي كونه هو اضطراب من الاضطرابات النفسية المصنفة عند الأطفال. هلأ تحويل للعلاج بيتم عن طريقه، وغالبا ما نروح لموضوع العلاج. تمام. دكتور، في نقطة كتير مهمة اليوم، ثقافة الطب النفسي ما كتير نحن عنا معممة. صحيح. كتير منشوف هدول الحالات اللي عم تذكرون بالأطفال، ولكن دائما في رفض للواقع. فبتقولكي ابني شقي، ابني صغير بكرة بيكبر بيتعلم النظامي كذا، يعني حنية الأم عم تفرض حالة. ولكن اليوم مثل ما ذكرت حضرتك وقال سلمى، عم نشوف كتير جرائم وعم نشوف الأطفال بعمر كتير مبكر. صحيح. فاليوم من خلال وجودك هدول الأعراض كتير مهم الأم تنتبه لإلهم. ما تقول ابني شقي، ابني حيكبر. أكيد حيكبر، ولكن حيكبر على أذية أكبر. يعني خلينا نروح لمرحلة العلاج. اليوم الطب النفسي كيف تدخل بهذا الموضوع؟ تمام. هلا مثل بس حعقب تعقيب صغير بشكل سريع. موضوع يعني اضطرابات السلوك عند الاطفال هو موضوع كثير كبير ومعقد. يعني مو معناته هو يا اضطراب يا اما ما في اضطراب. ممكن تكون سلوكيات عابره تعلمها، استقاها مثل ما قلت، شاف صديقه عم بيعملها، فممكن يكون عند بس سلوك واحد، يعني مو شرط وصل لمرحله الاضطراب. تمام. ولكن هذا السلوك بحاجه دائما لتدبير فوري. دائما الاستشاره النفسيه خلينا نقول هي من باب الوقايه. قد ما يكون في استطباب كاضطراب، يعني انا استطباب لعلاج مستمر، ولكن على الاقل اذا ما كان في مشكله فاوكي انا نفذت. لانه المشكلات السلوكيه اذا ازمنت صار صعب ابدا التخلي عنها، ونسبه كبيره منها تتحول لشيء مع الايام اسمه اضطراب شخصيه مضاده للمجتمع. يعني بعد 13 سنه بيصير الزلمه اللي عنده جنوح، اللي عنده دائما دخول متكرر للسجن، حوادث اغتصاب، حوادث سرقه. هلا بالنسبه للعلاج تماما بالنسبه للعلاج مثل ما انك عم تتعامل مع شريحه اطفال، دور الأدوية محدود هون، خصوصاً إذا كان بأعمار صغيرة. نحن نلجأ لتقنيات العلاج السلوكي عند معالجين متخصصين، واللي غالباً تلجأ لشيء اسمه التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي. كيف؟ الطفل بشكل أو بآخر لو كان بنسبة قليلة عنده سلوكيات إيجابية، حتى لو كان اضطراب مسلك، ربما يكون عنده نوع من السلوك الإيجابي المعين بشكل بسيط، فنحن بنلجأ لتعزيزه. طبعا هذا عم بحكي بشكل سريع، ولكن هو هذا برنامج معقد، ويمكن يفشل ويمكن ينجح، وبده صبر طويل وتعاون شديد بين الاهل وبين المعالج السلوكي ببرامج. فبنلجأ نحن مثلا لمكافأته على السلوك الايجابي من دون ما نقول له انت عملت سلوك ايجابي فنحن عم نكافئك. لا، بتصير باللاوعي تدريجيا الشخص كونه الطفل بيتعامل باسلوب المكافأة ممكن انه يزيده. بالمقابل اذا عمل سلوك معين سلبي، ممكن نحن مثلا نخفف من مكافأة معينة او نشيل شيء، فبصير عنده نوع من الاطفاء التدريجي. طبعا كمان برجع بقول بالحالات الحاده هذا الحكي مو سهل ابدا، فكل ما كان التدبير بشكل يعني ابكر، كل ما كانت السلوكيات محدوده، كل ما كان من السهوله بانه ضبط هذا الموضوع. هلا بيجي شوي بمراحل يعني اعلى عمريه، اعلى مثل خلينا نقول بعد العشر سنوات او 12 سنه مع بدايه البلوغ، ممكن نلجا لبعض الزمر الدوائيه لضبط الحاله الانفعاليه اللي بتكون زادت. يعني مع البلوغ صار عندنا طفل كبير مع انه صغير، ممكن حجم ازاءه يكون اكبر، فممكن نلجا لبعض الادويه. طبعا مو علاجيه، هي يعني بتضبط الحاله الاندفاعيه والانفعاليه. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي، اليوم حكينا عن دور الأهل والمدرسة، وهن يعني لهم دور كتير كبير. قد ايه كمان بالعلاج بيلعب دور، وخصوصا العلاج لما بيكون بالسلوك وليس بالضبط. مثل ما قلت حضرتك بالأدوية. فمثل ما حكيت مبدأ التعزيز هو بده حدا متابع خلينا نقول كمان 24 ساعة، وهي ما له نوع من الاضطرابات تبع اخضع جلسات لعند لمعالج اوكي اعطاني شيء معين ارجع لعنده بعد اسبوع لحتى اتابع بالجلسة الثانية. لا، اذا ما تم الالتزام بعد البرنامج اللي تم الاتفاق عليه مع الاهل والمعالج عمليا ما راح يكون فائده ابدا. هي عباره عن برنامج تدريبي وسلوكي، ومثل ما قلنا بده صبر، يعني بده صبر، وقد يفشل مرات وقد ينجح مرات، ولكن على بشكل تراكمي ممكن انه فعلا يؤدي لنتيجه. فهو ما له علاج تقليدي مرتبط بس بجلسات اللي بروح فيها عند المعالج او عند الطبيب او او او، لا، هو بالعكس، هو حتى كل نماذج العلاج حتى يعني اللغه الانجليزيه بيقولوا البيرنت تشايلد مثلا سكيلز، يعني هي علاقه بالمهارات الوالديه مع الطفل، ما بيقولوا المعالج، لانه هو هي برنامج بيعلمه المعالج للاهل او حتى للمحيط او حتى للمدرسه او حتى لتقدر تتعامل فيه سلوكيا مع هذا الطفل. نعم. طيب دكتور، اليوم ما في داعي للأهل يوصلوا لهي المرحلة، يعني احنا ما في داعي انه نترك الطفل يتجاوز مراحل بهذا الاضطراب لحتى اليوم نلجأ لاستشارة نفسية. اذا هيك حبينا نعطي نصائح للأهل، خطوات نحن نقدر نحمي اطفالنا من خلالهم. تمام. بالدرجة الاولى نركز على البيئة الداعمة منذ الطفولة، هي حتى وقاية لمعظم الاضطرابات النفسية.
إذا وجد ظرف معين، ذهب أحد الأبوين، محاولة التعويض بالدرجة الأخرى، تكثيف الاهتمام، يعني هي بجزء نصائح ما بحاجة لطبيب، هي نصائح عامة والكل بيعرفها، ولكن تطبيقها عم نلاقي دائما أنه هو صعب أو ما له موجود. وجود البيئة الداعمة للطفل بشكل رئيسي، وجود البيئة الموجهة، وجود النموذج دائما بالنسبة للطفل، يعني بغياب الأب ممكن يحل العم أو الخال، ممكن يحل الجد. عند الأم مثلا، غابت الأم، في شخص بديل ممكن يحل، لمصدر وفاة أو شيء. وجود الداعم دائما، البيئة الداعمة، وجود القدوة عند الطفل الموجهة دائما ممكن يتعلق فيها، هو شيء أساسي تماما. طبعا في عوامل أخرى اللي هي لها علاقة يمكن دور أكبر من دور الأسر، إذا كان في نكبات، في أزمات، في حروب، محاولة تحييد الأطفال قدر الإمكان، محاولة التركيز على بعض الأمور رغم الظروف الصعبة، مثلا التعليم المستمر. هي كلها فكرة التعليم، ما بتعني بس التعليم كدروس، هي بتعني بالنسبة للطفل فكرة انضباط، فكرة التزام، فكرة صف، فكرة مدرس اسمع كلمته، فكلها هي لها دور بصياغة هذا الطفل. فالتركيز على البيئة الداعمة من الأسرة ومن غير الأسرة رغم الظروف الصعبة، هذا يعني له عامل وقاية كتير كبير من معظم الاضطرابات النفسية، مو بس من يعني اضطراب المسلك. أكيد بدنا نشكرك دكتور أنس الدالي على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا كثير لكم. شكرا دكتور، والصحة والسلامة لكل أطفالنا. وأكيدنا دائما بنقول أنه الأسرة هي الداعم الأول وهي الحاضنة الأولى لحتى تعطي هذا المجتمع طفل سليم أو طفل عنده اضطراب نفسي. نحن سلمى خلص وقت صباحنا لليوم، إن شاء الله رب هيك كنا على سوقكم وكانت فقراتنا بتمكن بحياتكم اليومية. بدي أتشكر الفريق الفني اللي رافقنا بالكنترول، لسعد صباحكم. لقونا بكرة ومن هلأ لوقت أكونوا بألف خير. باي باي. ضلي بألف خير رشا. ولكل طبعا مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، لا تنسوا تراسلونا بأي معلومات أو اختصاصات بتحبوا تكون حاضرة ضمن صباحاتنا اليومية. بكرة ملتقى جديد، ضلوا بألف خير. باي باي.